طيب احنا كنا بنتكلم على ان الكابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك ساعات قليله وهيعلن رسميا تعيينه مدربا لحراس مرمى منتخبنا الاول ان شاء الله. مين البديل في نادي الزمالك؟ كان ميتشو اتكلم مع اداره نادي الزمالك ان المدرب الحراس هيكون مدرب صربي هينضم لجهازه المعاون خلال ساعات خلفا للكابتن ايمن طاهر اللي اصلا كان متولي هذه المهمه بشكل مؤقت في نادي الزمالك لحين وصول بيانيتش المدرب الصربي لحراس مرمى الزمالك المدرب الجديد لحراس الزمالك. اعتقد انه هيكون فالك جيد. السنه اللي فاتت شفنا المدرب اللي كان مع جروس وصل حراس مرمى الزمالك لفورمه رائعه جدا، صحيح كان عماد السيد وعمر صلاح اخطاوا في النهايه كده في الدوري الممتاز، ولكن على مستوى الكونفدراليه مع محمود جنش قدموا مستوى جيد جدا. تاكيد مدربين الحراس الاجانب مع المديرين الفنيين اللي بيختاروهم بيبقى امر فيه كيمياء كده، بيبقى فيه شغل فني بيشتغلوا عليه كويس. مدرب الحراس دلوقتي ما بقاش امر هين، مدرب الحراس في العالم بالمناسبه بقى ليه مساعدين يا ملهان، يعني بره في اوروبا مدرب الحراس ما بيجيش لوحده، بيجي معاه واثنين مساعدين لمدرب الحراس. احنا لسه بنشتغل على واحد وبنشوفه نجيبه اجنبي ولا محلي. زمان كان لما يجي نشتغل مع مدير فني اجنبي يقول لك لا ما تجيبش مدرب حراس ما عندك، احنا عندنا اساطير في حراسه المرمى هنعين اي واحد، لكن لا دلوقتي مدرب الحراس لازم يكون باختيار المدير الفني وهو ده اللي عمله ميتشو. اكيد يعني في الفتره اللي جايه هنشوف بقى كابتن ايمن طاهر موجود داخل جهازنا الفني الاول لكره القدم، وهنشوف مين اللي قادم كمدرب حراس مرمى اجنبي داخل اسوار نادي الزمالك. واكيد حراسه المرمى عن نادي الزمالك من ال 11 صفقه اللي كنا بنتكلم فيهم هو منهم ثلاث صفقات حراسه مرمى، ده بجانب كمان ان شاء الله يكون شفاء جنش السريع ويعود مره ثانيه. فاصلا نادي الزمالك عنده في حراسه المرمى اسامي كثيره، لما يكون كمان في مدرب مهم وقوي اجنبي بيمرنهم دي حاجه بتمهد بشكل جيد جدا لحراسه المرمى اللي بقى عارين منتخبنا الوطني. اسماء كتيره جدا دلوقتي رنانه في مركز حراسه المرمى في مصر، والحقيقه التنافس فيها قوي جدا جدا، وبواحد يكون بيشفق على المدرب اللي هيكون لازم يختار حارس مرمى اول لمنتخبنا الوطني، اللي هم كلهم بيثبتوا نفسهم والمستويات متقاربه بشكل كبير جدا. فان شاء الله كمان مدرب حراس نادي الزمالك القادم يكون موفق ويقدر يتعامل مع هذا الكم من النجوم في حراسه المرمى داخل اسوار ميت عقبه. بالتاكيد.